وين ربيت؟ بالقدس. أنا كتير قدسية. أنا ما تركت، ما تركونا. فكرت إنه رح أروح لست أشهر فقط وانغرمت بفلسطين. بس طبعاً هم رايحين على أساس إنه بدهم يرجعوا مثل باقي الناس وضلوا هم. كل يوم كل يوم أنا مروحة هيك بهد السيارة شوي، بتطلع على القدس هيك، باخذ نفس غميق، بقول عشان هيك أنا هون. And I think that everything wrong in the world you can see in Palestine, whether it's racism, discrimination, economic segregation. كانوا يتجمعوا النسوان قدام البيوت بفلسطين. I want to see my house. I said, no, madam, this is our house. We have bought it. Because you know very well that this is a Palestinian house and that we. نحن بالقدس بذكرونا بوجود الاحتلال كل يوم لأنه القمع مستمر كل يوم. My father built this house. عندي توب فلسطيني مخبى على طول بالخزاني. أهم الناس اللي بحياتي صاروا صور. بحبهم كتير لأنه غير متطلبين. بتذكر هذه اللحظة إنه هذا مش إلكم، اللي إلكم بفلسطين بحيفا. يعني هذه نفس الأم اللي قدرت تشتغل بالسر تعيش عيلة، اللي قدرت تواجه الجيش لما أجوا مرة وأخذوا يضربوا أبوي. هذه بلدي وأنا ماشي مثل أكني فارة بهالبلد. I remember my mother never stopped crying. من أول الطريق لآخر الطريق.